السلام عليكم. اليوم نديرو زيارة إلى حديقة باردو بوسط قسنطينة، واللي في الماضي يعني في سنوات العشرية السوداء وما قبل كانت عبارة عن حي قصديري كان مشوه، يعني وصمة عار في وسط مدينة قسنطينة اللي نعرفوها بعلاقتها وتاريخها. إذن بعد ذلك تم يعني بعد إنشاء الجسر الكبير نتاع قسنطينة، لو فيادوك هذاك اللي تم إنشاؤه، تقرر الانتهاء من هذاك الحي القصديري والقضاء على هذاك الحي القصديري وتحويل المكان إلى حديقة كبيرة. والآن بعد تقريبا 10 سنوات من الأشغال تم افتتاح هذه الحديقة، حديقة الباردو، تسمية بالمكان لأن المكان هذا كان اسمه منطقة الباردو. إذن أصبح حديقة بعد أكثر من 10 سنوات تاع أشغال، الآن أصبحت حديقة رائعة جاية في منطقة جميلة جدا. وين تشوف يعني وين تشوف عندك بيزاج رائع، وزاد الجسر هذاك زاد المكان رونق وجمال. والنقطة السوداء اللي بقات يعني الإشكالية اللي أنا أطرحها الآن اليوم هي أنه يتوسط المكان هذاك واد الرمال، ما يسمى بواد الرمال الذي يقسم مدينة قسنطينة إلى قسمين. إذن الحديقة كذلك فيه زوج أجزاء تفصلهما يعني مجرى واد الرمال الذي تم تهيئته كذلك، لكن المؤسف واللي يبقى المشكل يبقى مطروح هو أنه الجزئين تاع الحديقة هذه غير متصلين، ما فيش جسر خاصة للمرة باش يوصل الجزئين تاع البارك هذايا، لازم له على الاقل زوج جسور فوق واد الرمال، دي سي دي باسريل بور بيتون، يكونوا يعني مصممين بشكل جمالي ويناسب يعني لي باسريل دو بارك، يعني لي بارك في العالم فيهم عندهم دي باسريل دي بتي بون شابين، يعني عبي طراز يليق بالمكان ويليق بالاخضرار وكذلك يليق يعني الطابع العمراني تاع مدينة قسنطينة. إن شاء الله في المستقبل المسؤولين يخموا باش يبنوا دي باسريل فوق مجرى وادي الرمال. إذن وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.